لك لا والله يا أبو يوسف أنت بتعرفني منيح، بس الولد لازم يكون بعد بكرة بلندن مشان يلتحق بالجامعة تبعه يوكسفورد. يا أخي هاي أنا موجود قدامكم. لك لا لا يا أخي، بكرة الصبح بيكون عندك بالتحقيق، بس إني رجاء عندك إنك ما تأخذ كلام هدول الجماعة على محمل جد. مو القصد، أنا مسؤول عن الموقف كله يا أبو يوسف. أهلين مدام. أهلين بمقامك الرفيع. أهلا وسهلا فيك. تفضل تفضل. هاي أول مرة بنحتاجك فيها، مر لنا إياها يا رجل. لا والله لا عم هتك ولا لي عم مننك. طيب طيب خلص خلص، بكرة بيكون بالتحقيق. مع السلامة. أهلا وسهلا، شرفتي البيت. يسلم البيت وأصحابه. ممكن تقبلي هاي مني؟ يسلموا ايديكي، بس ما كان في داعي تعصبي حالك. لا ولو ما في عذاب. عن اذنك. على القليلة قهوة. مرة ثانية ان شاء الله. ميرسي على الهدية. كلك ذوق. على فكرة هاي مو هدية الزواج. هاي هدية شكر وعرفان بالجميل مني إلك. جميل؟ أنا جميل؟ ولو ريحتيني منه. بدك أكتر من هيك عمل خير بالدنيا؟ باي. هنك كلمتين صعبين شوي. ايه والله يا معلم صعبين كتير. ندى انا طول عمري ما عملتك الا مثل بنتي، وانت بتعرفي هالشي. انا طالب منك هالخدمة الصغيرة ترفضيها؟ معلم رغم قسوتك علي بالفترة الأخيرة، بس فعلا انك كنت اب، كنت اخ كبير لالي. لا ندى بنتي اللي رعيتها وربيتها، معقول ترفض لي الرجاء؟ بترجاكي امرك معلم؟ يعني اللي هون يطلبوك على الشهاده؟ ما بدك تسألي لي ليش كنت عم تبكي امبارح؟ قلنا لك امي كنت عم بحكي على غيدة، كنت عم بحكي لغيدة على ابي الله يرحمه. والله ماني مصدقتك. امي قلنا لك شو بساوي يعني اذا مالك مصدق؟ ولا شيء امي ولا شيء. اعملوا اللي بيريحكم. هاي سكروا الباب. مبسوط هيك؟ والله مبسوط. لكن انت تنبسط وتفرفش وانا ادخل بتحقيق وسينوجين مع المديرة. الله وكيلك اذا بتحكي معك كلمة برات الطريق وحياتي لحتى نقلك يا هي ومعلمة واللي داعمة. كفوه ماي ما تشوفك. لا اكيد اكيد. ايه اتفقنا مشان غسان ما؟ ايه
كرم عيونك. يعني بالناقص مشكلة. كرمال عين تكرم مرجع عيون، ما بقوله. ماشي. يلا باي. بشوفك. مع السلامة. تبي على حالك ها؟ يعني ما بيريح ما بيريح عمره الشغل وستين بالشغل ما بيريح. معقولة تحبس حالك هيك بالبيت لا فوت ولا طلعة؟ وين بدك يعني اطلع؟ وين بدك يعني اطلع؟ لك قسما بالله مالي وش اطلع على الحارة، مالي خايف اللي يشوفني حدا من الجيران يفتح لي نفس الدباجة. لك انا اللي بدي افهمه بس انه ابوه لهذا الولد هذا المسؤول الكبير ماله دريان شو عم يساوي ابنه، لك ماله عرفان هدول المرافقة اللي رايحين جايين معه، لك ما حدا بصل له كلمة لابوه، ما حدا عدا كلمة، لعم على هالبلا. خاف من طموحك، بس يا أخي الملاحظات اللي كاتبها كتير مهمة. لو يا أستاذ أيمن تفضل أستاذنا. حاجة تواضع حاجة، طلع من الأبواب. قوم لألك قوم لوين؟ قوم قوم بس خلي لوين أستاذ؟ شريف شو لوين رايحين؟ راجعين، اطلبي لنا قهوة ولا لك شاي شاي شاي. حاضر حاضر. استاذ جوا؟ ايه جوا. رايي؟ رايي، إذا عندك شي طلب اطلب. كتر خيري، تفضلتي. بس إيه شاشة، والله شو بدك إلا بتفهم جوا. شنو ظابط مديري؟ إيه ظابط تمام، فوت خلقتها. بسم الله. تفضل. يسعد صباحك سيدنا. أستاذ أيمن.